أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الشراكة بين المسلم والكافر إذا كان هناك بينهما مصالح دنيوية؟ لا بأس بمشاركة الكافر إذا كان التصرف مباحا، إذا كان المسلم هو اللي تولى الشركة فلا بأس، أما إذا كان يوليها الكافر فلا يجوز، لأن الكافر يبيع خمر، يبيع خنازير، يبيع، ما يجوز هذا. يجوز الشركة بين المسلم والكافر بشرط أن يتولى العمل المسلم. نعم.